دونك شركه تاسست في 2012 في مجال تصنيع البلاستيك لعده استعمالات. وفي 2017 الشركه قررت تغير المجال، وذلك بانتاج النسيج غير المنسوج الموجه لعده قطاعات في الاستعمال. دونك عندنا الاستعمال في المجال الطبي لوسائل الوقايه والحمايه المستعمله لمره واحده، عندنا في مجال التغليف، وعندنا في المجال الفلاحي. دونك في المجال الفلاحي الشركه تقدم تقنيه جديده بديله للبلاستيك الكلاسيكي، واللي تتميز بعده مزايا، انه تعمل على خفض درجه الحراره عند تعرضها للشمس، رفع درجه الحراره في الاوقات الليليه لتفادي تشكل الجليد، تسمح بمرور الهواء مما يسمح بتطور النبته كانها في مناخ طبيعي، كذلك تسمح بالانقاص من درجه الرطوبه، وذلك لتفادي الامراض الفطريه. دونك باستعمال الشاش الزراعي دونك نتحصل على انتاج وفير وذو جوده رافعه، وكذلك مقسم على اوقات في ريكولت ايطالي دون لوطون. دونك حتى يعني قطف الثمار يكون على مراحل، ما يجيش مره واحده. كذلك نقدم لهم يعني امير رابور كاليتي بري، دونك مما يسمح لنا يعني السعر تاعو مقارنة بالبلاستيك سعر منخفض. تكلفة الإنتاج في القنطار يعني حوالي 40% ربح للفلاح. يعني من بين الاستراتيجيات اللي اتخذناها هذا العام هو المشاركة في المعارض. دونك شاركنا في عدة معارض، وبما أنه المعرض معرض سيبسا فلاحة هو أكبر معرض في الجزائر في هذا المجال، الشركة دخلت هنا بغرض تبادل الخبرات مع العاملين في مجال الفلاحي، منها الشركات ومنها المتعاملين الخواص، وكذلك تقديم المعلومات اللازمة للفلاح ومساعدته على استعمال الصحيح في 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 هذا المجال. دونك حاليا الشركة متواجدة مقرها في سطيف، عندها فرع ثاني هنا على مستوى ولاية الجزائر، كما تتعامل الشركة مع عدة موزعين عبر عدة ولايات، سواء في الولايات الجنوبية مثل المنيعة، حسيلف، حل، غردايا، واد سوف، بسكرة، وكذلك في المناطق الغربية مثل عين دفلة، مستغانم، تلمسان. وتتكفل الشركة بتوزيع منتجاتها على مستوى الشرق انطلاقا من مقر شركة بولاية سطيف. كذلك الشركة يعني دخلت مجال التصدير نحو البلدان الأجنبية، من بينها تونس، ليبيا. درنا ثاني بعض الاتفاقيات كنا عقدناها مع دول من أوروبا مثل إسبانيا. وكذلك الفرصة اليوم كانت لنا فرصة ثانية عقد اتفاقية لتصدير المنتوج هذا إلى المكسيك.